بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يلي سنقدم فيديو إرشادي عن كيفية استعمال سكوبوت. أولا ندخل على منصة سكوبوت، نقوم بالضغط على إنشاء حساب مجاني، حيث نقوم بإدخال اسم كاملا، إيميل، تخصص، كلمة المرور، ونقوم بالتأكيد على كلمة المرور، ويجب الموافقة على الشروط وأحكام سكوبوت، تفعيل أنك لست روبوت، ثم الضغط على تسجيل حساب جديد. عندها سيرسل لك إيميل للتحقق من الهوية. بعد التحقق من يمكن الدخول على المنصة بالإيميل وكلمة المرور. هنا يمكن البدء في وضع خطة البحث التي نحضرها من الدراسات السابقة. نقوم بالضغط على أضف بحث. أولا ندخل الاسم البحث أو العنوان البحث. ثانيا نكتب الكلمات المفتاحية، ويجب أن تكون فاصلة بين كل كلمتين، وكلما كان العدد للكلمات المفتاحية كثير يكون البحث أدق. ثالثا نختار لغة البحث، حيث لدينا 3 لغات، الإنجليزية العربية أو الفرنسية. رابعا نقوم بإدخال عناوين رئيسية، العنوان الرئيسي الأول ثم العنوان الرئيسي الثاني إن كان هناك. عنوان الفرعي، نضغط على أضف عنوان فرعي، وهكذا نقوم بإدخال كل العناوين، وفي الأخير نضغط على حفظ البحث. المرحلة الثانية هي إدخال المرجع، نضغط على أيقونة المرجع ثم أضف المرجع، حيث نكتب الأسماء المؤلفين وعنوان المرجع كاملا إن كان مقالا أو كتابا أو أطروحة، ونعطي له رقما، ثم نضغط على تحميل المرجع الذي يكون موضوع في المجلد في الكمبيوتر. وعند انتهاء من التحميل ستظهر لنا علامة صحيح، ونقوم بحفظ المرجع، ثم نضغط على أضف المرجع لنضيف المرجع الثاني باتباع نفس الخطوات السابقة، وهكذا نحمل كل المراجع. بعد إدخال كل المراجع نضغط على نتائج البحث، يظهر لنا العناوين وتحت كل عنوان ما استخلصه سكوبوت من المراجع، ونضغط هنا على من نوافق عليه لإضافته للمسودة، وما نريد ترجمته نضغط هنا، وبالضغط على المسودات يظهر لنا ما يلي. وهنا يمكن تحميل نتائج بصيغة الورق.